السلام عليكم وأسعد الله مساكم. قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن زلزال عنيف ومدمر بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات على سلم ريشتر ضرب اليوم الاثنين متسببا في موجات مدعاتية تسونامي. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية بالمنطقة. وأفادت الوكالة أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في إيشيكاوا بدولة اليابان عند الساعة 4:21 بالتوقيت المحلي هناك. وللإشارة فقد ضرب هذا الزلزال المدمر دولة اليابان في الساعة الأخيرة وراح ضحيته قرابة 30 شخص بينهم شخصين على الأقل عثر عليهم متوفين في مقاطعة إيشيكاوا.